هو ما ينفعش يبقى حضرتك رئيس امريكا وابويا وصورتك تتهز قدامي بالمنظر ده. صحابي يقولوا عليا ايه؟ مش مسيطر؟ ايه اللي دخلك عليا يا ولد وانا عندي شغل؟ اطلع بره. ماشي هطلع بره حاضر، بس حضرتك تجاوبني، ممكن اعرف ليه لغيت مسابقه ملكات الجمال؟ يا ابني امريكا في حاله حرب، حاله حزن، حاله حداد، وانت تكلمني على مسابقه؟ اه اكلم حضرتك على مسابقه لما مونيا تجتهد وتخس عشان تدخل المسابقه، يبقى ما ينفعش المسابقه دي تتلغي. مونيا طبعا. اقعد اقعد كفايه، هات العواقف سليمة يا رب. قول له حبيبتي دي زمانها دلوقتي في حالة اكتئاب. لا اكتئاب ليه؟ لا بعد الشر يا فندم، ربنا ما يجيبش حاجة وحشة. بقى أنا بقول لك احنا في حالة حرب وأنت تكلمني على مونيا ومسابقة؟ ثلاثة بالله العظيم يا ابن حنان، كلمة تاني هرميك في سجن أبو غريب وتبقى أنت الغريب الوحيد فيهم. يا بابا خست 70 كيلو عشان تدخل المسابقة دي وحضرتك بتلغيها كده بمنتهى البساطة؟ خست 70 كيلو؟ أه والله. بتبقى اختفت. لا ما هي كانت 130، هي عملت كل ده عشاني. مش هينفع بابا، مش هينفع، حضرتك بتحطني في مواقف محرجة جدا. 130 كيلو خسيت 70 كيلو، احنا عايزين نقتصر في النفقات قدر الإمكان. احنا بنصرف 50 مليون دولار على الصحة ومليار دولار على الأكل. مليار دولار على الأكل. طيب يا حبيبي والله استعرف، سيبنا دلوقتي اتفضل. دونت سمول قص يا بابا. ايه دونت سمول قص؟ هيكون بيشتم. لا يا فندم لا، ده ابن ام اصلا عارفه. طرقت لي فكره، انا حاسس ان الحل ان احنا نعمل مسابقه للتخسيس، ايه رايك؟